السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس وأكاديمية العز النموذجية السلط اللغة الإنجليزية طلاب الصف الثامن بإشراف المعلم ورود الثقة ليوم الأحد الموافق 6/4/2020 12 شعبان 1441. ناو هون عندي يا ثامن، عندي اكسرسايز بكتاب الاكتيفيتي بيج 47 47. عندي بعض الويرز وعندي بعض الديفينيشنز لإلها، كلمات ومعانيها. ننتبه لعندنا الكلمة الأولى، طبعا احنا طبعا انا ما بدي اعمل ماتش، في طبعا في تحت التمرين في عندك سبيس رح تكتب عليه. اوكي، عندي نمبر 1 عندنا كلمة ديتش اللي هو الخندق، موصل لي اياها مع لونج شانل at the side of a road or field. اوكي، عندنا نمبر 2 تو كيرف اللي هي ينحت او ينقش، اللي هي معناها make a pattern on wood or stone. heritage اللي هي objects أو qualities from previous generation. previous يعني إشي سابق before. عنا incorporate معناها يدمج، معناها include something as a part of a group or plan. عنا الوراها the last one prehistoric ما قبل التاريخ، حكينا relating to the period before anything was written written down. اوكي، هيك يكون احنا حلينا كتاب الاكتيفيتي بيج 47. اوكي، هلا ننتقل يا ثامن على نيو فوكابيولاري نتعلمها. عندنا نمبر 1 طبعا على يونت 6 يا شباب، ذا لوست سيتي. عندنا تو سجست يقترح، تو سجست يقترح هي فيرب. عندنا ميليتري اللي هي عسكري، ميليتري عسكري. سيتادل اللي هي القلعة أو الحصن، سيتادل اللي هي القلعة أو الحصن. عندنا فورتيفيكيشن تحصين، فورتيفيكيشن تحصين، رح أحطلك هون صورة لجدار يعني بعمل حماية أو تحصين لإلها. بري هيستوريك اللي هي قبل التاريخ، بري هيستوريك قبل التاريخ. بدي أركز على هاي الكلمة، كلمة بري يا شباب تعتبر هاي بريفكس، وحكينا الهيستوريك تعتبر هاي السفكس ما كنا نضيف إشي قبل. أصلا في كلمة، أصلا كلمة بري معناها قبل، بيفور، عشان سموها إيش اللي هي يعني توضع قبل، قبل الكلمة عشان سموها هيك بريفكس، تمام. والسفكس هي الأساس، هي الجذر الكلمة أو الأساس لهذه الكلمة. أوكي يا ثامن، هيك يا ثامن إحنا هيك خلصنا الكلمات المتعلقة بالوحدة السادسة. ندرس المعاني كويس يا ثامن ونهتم فيهم إن شاء الله تعالى. تومورو راح نبلش إن شاء الله تعالى بالتكست ونشرحه ونحط عليه أسئلة مقترحة بمشيئة الله تعالى. يعطيكم العافية، نلتقي في القمة أكاديمية العزيز.